انت واقف وانت ماشي. صباح افكار. اهلا بسطور. يا فلافل يا فلافل. عرب الفلافل يا جمال. جبار. كيف صباح ابو سليم؟ معكر. ان شاء الله على طول الهي. ان شاء الله بالآية. يا فلافل. صباح الخير يا ابو شو. ابو رحلة. نحن اعمل لي صندويشة فلافل حالي فيها على القهوة. تعرف علي لك نحن معنا هيك طبع توصيل ما توصيل. وعلى كيفك ولا؟ إذا بدك حدا يوصل لك ليكل حمصاني روح خذ من عنده. أنا جاي على بالي آكل فلافل ما بدي فول مدماس. بسرعة ساويها والحقني فيها. يا بعينهم. أوكي أبو سليم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا أبو سليم يا طيان. لك شبك شبك عم تعلي صوتك شو في؟ ما قلت لي كيف صباحك اليوم؟ قلنا لك عكر معناها عمل لي كاسة شاي صافية مو معكرة مثل خلقتك بدي اياها مثل قطر. ها ما بدك ارجيلة؟ بتزولعها بعد الفلافل. قريته صحة وهنا على قلبك يا مؤدب يا موجب يا صهر كبير حارة الضبع. خلصت الوزة. تفضل. ايش واقف خلقتي ولا؟ سلامة فهمك بس بدي اخبز سندويشة يعني. بعد ما اكلها اذا طلعت طيبة بعطيك حقها. من فكرت طلعت طيبة بعطيك حقها. ان شاء الله سمم الهنا. لك وينك يا ابو نحلة يا ابو دباني؟ اخذ حق السندويشة تعال. ان شاء الله عجبتك. ايه منيحة. راح اكرمك ببخشيش، خذ الباقي تبحتر فيهم. تتبحتر؟ ايه الله يعوض عليك يا رب يا عمك ابو سطور. على راسي عمك ابو سطور على راسي ابو سطور. لك ليش واقف خلقتي؟ روح. رحنا. شو ابو سطور؟ كأن الامور ناقشة معك؟ عين الحسود فيها عود. الحمد لله بعرقي تعبت. وشو كنت عم تشتغل ببيروت؟ اشكال الوان مره لحام مره بلاط. بعدين الله رزقني بشغله بتمزع العقل. حلو. شو هالشغله يا بساطو؟ عارف شخصي لرجال تقيل بمشي معه وبحميه. ملا شغله. الا كان مو احسن من شغله لهوجيه.